الو، السلام عليكم، ازيك يا مريم؟ وعليكم السلام يا مس. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ ذاكرت الجزء اللي فات يا مريم؟ انا ذاكرت اليونت الاول، يعني مش كله بس ذاكرت. خلاص تمام، ماشي، مفيش مشكلة. تمام، ازيك يا محمد، ايه الاخبار؟ الحمد لله يا اسف. ذاكرت الجزء اللي فات يا محمد؟ رايح تمام. طيب، احنا المرة اللي فاتت كنا اخدنا ال ساوند بيتش واتكلمنا عنها كتير، وخدنا سبارت سويل. احنا اصلا اوريدي قلنا ان احنا عندنا 3 بروبرتيز اخدنا منهم المرة اللي فاتت، الساوند بيتش، والمرة دي ان شاء الله هنبدأ في الساوند انتنستي. ساوند انتنستي يعني شدة الصوت، فدي بروبرتي بتميز لي ما بين السترونج ساوندز او السترونج فويسز والويك ساوندز. يعني انا لما اعرف كده الصوت اللي قدامي ده قوي ولا ضعيف كده، طالما هو قوي يبقى الانتنستي بتاعته كمان قوية او كبيرة. لو هو صوت ويك ساوند فبتكون الانتنستي بتاعته قليلة. يبقى الساوند انتنستي الديفينيشن بتاعها بيقول ان it's the property which the air distinguish or differentiate between strong or weak. والميجرنج يونت بتاعت الساوند انتنسي وات بير متر بير سكند. وات بير متر بير سكند والميجرنج يونت دي مهمة جدا. ساوند انتنسي وات بير متر بير سكند. طيب الاكزامبلز عن الموضوع ده ايه؟ اول حاجة عندي طبعا الويسبرنج اللي هو الهمس. الهمس ده طبعا انتوا عارفين ان هو ويك فويس او ويك ساوند ولا سترونج ساوند. لا لما ويك نهمل ساوند. بالظبط كده ويك ساوند، برافو عليك. اما الشاوتينج الصياح او الصوت العالي ده ديسكرايب طبعا as a strong sound، بنوصفه على انه صوت قوي. وبالتالي الويسبرنج او الويسبرنج اللي هو الهمس بيكون less intensity، الشدة بتاعته بتكون اقل طبعا من الشاوتينج. طب الـ intensity دي بقيسها على اساس ايه؟ هي طبعا measured by the quantity of the sound energy falling perpendicular to in 1 second on a unit area. يعني ايه؟ يعني انا بعرف منين الانتنسي او الشده بتاعت الصوت ديت. انا بشوف كميه الصوت اللي نازله على اريا معينه في 1 second في unit area في مساحه معينه. يعني بشوف كميه الصوت اللي نازله في وقت قد ايه in 1 second مثلا، طبعا at ويونت اريا على مساحة معينة، وعلى الأساس ده بقول الشدة أو الانتنستي كبيرة أو قليلة. فلو الساوند انرجي كانت هاي، لو قوة أو الطاقة بتاعة الصوت كانت كبيرة، دي طبعا هتديني سترونج ساوند، صوت قوي. وبالتالي لو الصوت قوي هتكون الانتنستي بتاعته كمان هاي. أما لو يعني أقول الساوند اندنسيتي دي مس يعني قوة الصوت. بالظبط كده، الصوت ده قوي ولا ضعيف؟ تمام. تمام. طيب، وبسبب طبعا ان كان في wide range of sound intensity heard by the human and variance in sensitivity to sound intensity from one person to another، يعني ان مش كل الناس، او في طبعا اختلافات ما بين شدة الصوت، في صوت ضعيف جدا وفي صوت قوي جدا، وفي ما بينهم اصوات كتير ليها درجات من الانتنستي مختلفة كتير. عشان كده بدأوا العلماء ان هم يوصفوا الانتنستي دي بحاجة اسمها level of sound intensity، يعني مستوى لشدة الصوت، او بيسموه برضو noise intensity، بحاجة اسمها decibel scale اللي هو زي مقياس كده اسمه ديسيبل سكيل. ده بيحدد مثلا من صوت من شدة كذا لكذا، دي تعتبر whispering او resulting of trees. زي السكيل اللي قدامنا ده كده بيقول مثلا لو ساوند، طبعا ده مش حفظ، ده بس عشان افهمكم السكيل ده فكرته ايه. لو مثلا بيقول لي ان الساوند انتنسيتي كانت 1 تايمز 10 باور نيجاتيف 12، يبقى ده تقريبا الساوند ده
شبه الويسبرينج اللي هو الهمس، او حتى اللي هو بينتج من التريز وهي بتتحرك بسبب الهواء. لو ان الساوند ده كان مثلا الانتنسيتي بتاعته 1 تايمز 10 بار نيجاتيف 6، والنويز انتنسيتي بتاعته كانت 60، يبقى ده تقريبا صوت شبه الصوت اللي بيطلع من الموتور بايك وهكذا. جالي طبعا ميجرنج كده جديده، انا عارفه الساوند انتنستي بتتقاس بالوات بير ميتر بير سكند، دي ميجرنج مهمه جدا لازم نكون عارفينها. النويز انتنستي بقى بتتقاس بايه؟ يعني كميه الضوضاء او شده الضوضاء اللي حاصله، ممكن تتقاس بميجرنج يونت اللي هي الديسيبل، اللي احنا اصلا عاملين المقياس او السكيل اسمه ديسيبل سكيل. تمام. تمام نفس ده بالنسبة لأول حاجة اللي هي الـ sound intensity. بس أنا بقى محتاجة أعرف إيه الـ factors اللي ممكن تأثر لي على الـ sound intensity. فالـ sound intensity يا ولاد فيها ليها 5 حاجات ممكن تأثر عليها. يعني إيه يأثروا عليها؟ يعني إيه ما يخلوها تكبر increases أو decreases؟ طب بناء على إيه؟ بناء على اللي إحنا هنتكلم فيه دلوقتي. أنا عندي 5 فاكتورز، هتكلم عن واحد واحد. اول حاجه الديستانس بين ذا اير اند ساوند سورس، المسافه ما بين الصوت او مصدر الصوت وما بين الاذن اللي هي بتسمع اصلا الصوت ده، وهتقيسه وهتشوف لي مثلا الانتنسيتي بتاعته قد ايه. فلو قلنا ان لو سيبكم من الكلام بتاع الكتاب، انا لو قلت لكم مثلا احنا في اوضه واحده اهو، والمصدر بتاع بيكو على طول، كل ما تبعدوا او رحتوا الاوضه التانية مثلا ممكن تسمعوا الصوت، ولكن هل هيكون بنفس الشده؟ لا لا. طيب قربنا خالص بقى، قربنا قوي من مصدر الصوت، بدل ما احنا في نفس المكان لا هنقرب منه، نبقى اوريدي في نفس مثلا ما فيش ما بيننا ديستنس خالص. هل الانتنسيتي كده زادت ولا قلت يا محمد؟ قلت لا، اقصد ان انا لو قربت من المكان انت كده سمعت الصوت اوضح ولا اقل؟ اوضح اوضح. يبقى الانتنسي مالها؟ الشدة. الدينستي، فكرت الديستنس الدينستي زاد. الانتنسي. تمام، برافو. يبقى انا اقدر اقول ان كل ما الديستنس بتزيد، كل ما المسافة بتزيد ما بين السورس والاير، بتبدأ الانتنسي تقل معايا. كل ما ابعد كل ما الانتنس تقل. بين الاندينستي والديستنس علاقة عكسية. بالظبط كده، inversely proportional. ممتاز يا محمد. تمام كده، ال intensity of sound is inversely proportional to the square of distance. مش بس بقى ال distance، لا ده ال square بتاع ال distance يا محمد. يعني لما انا مثلا ابعد مثلا كنت على مسافة متر، بعدت بقيت على مسافة مترين، الانتنسي بتقل للكوارتر. وهفهمها لكم يعني ايه. في قانون عندي بيقول the inverse square law of sound. the inverse square law of sound يعني قانون التربيع العكسي للصوت. ده معناه ايه؟ بيقول لي ان الانتنسي بتاعة الساوند inversely proportional مع ال square of distance. السكوير، ونركز في كلمة square of distance between that the point and the sound source. ده معناه إن ال intensity بتتناسب مع 1 divided d square اللي هي distance square. يعني لو ال distance دي بقيت بدل ما هي دي واحدة هتبقى 2d، بس ما ننساش إن 2d فيها square، صح؟ يبقى الـ intensity يحصل لها ايه؟ طيب نقولها بطريقة تانية. بص يا شباب، انا لو عندي الـ intensity بالشكل ده 1 divided d square، وبيقول لي ايه اللي هيحصل للـ intensity ديت لو انا عملت الـ distance زودتها للـ twice او زودتها to double. يعني لو هي دي الدينستي هتقل. تمام، بس انا عايزه اعرف هتقل بمقدار قد ايه بالظبط. ربع برافو.
لان انا بقول الديستنس زادت للضعف، يعني بدل ما هي دي واحده هتبقى 2 دي، وال 2 دي هنعمل لها سكوير مش هنسيبها كده، يبقى هتبقى 1 ديفايدد 2 سكوير تبقى 4 ودي سكوير، يبقى الانتنسيتي يحصل لها ايه؟ تقل للكوارتر، فهمت؟ فهمت. تمام مريم، أعيد تاني؟ لا تمام يا مس. تمام، ده بالنسبة للريليشن بتوين ال sound intensity وال square of distance، وبيمثلها الجراف اللي بيكون بالشكل ده، الكيرف بتاعه معمول عكس بالشكل ده. طبعا الجراف مهم وبيجي في truth. طيب طب لو ال distance يا محمد بدل ما هي increase، بدل ما هي increase to double، هنقول ان هي decrease to half. يعني انا بقول ال i مع ال distance، بس ال distance دي decrease to half. يبقى ال intensity يحصل لها ايه؟ تحديد لأربع، يعني ضعف أربعة. تمام برافو عليك، يبقى ال sound intensity تزيد 4 مرات، 4 times its value. فاهمين بتيجي ازاي؟ احنا بس بنعمل سكوير للرقم اللي معانا، يعني الرقم اللي هو قايل لكم عليه بنعمل له سكوير ونشوف بقى هتزيد ولا هتقل. فهمت؟ أغلب تايمز. تمام يا مس. تمام ماشي يا شباب. لو جالكوا بقى اي سؤال give reason بالمنظر ده، ان ليه لو قللت حاجة للنص التانية بتزيد ل 4 times its value، بقول بسبب اللو اللي انا خدته اللي هو ال squared law of sound او ال law of square sound، قانون التربيع العكسي يعني. ونشرح القانون بيقول ايه، ان sound intensity inversely proportional to the square of distance between core and sound source. دي أول حاجة بتأثر على sound intensity، ودي طبعا زي ما اتفقنا ان هي inversely proportional. نيجي لتاني حاجة، ال amplitude of vibration of sound source. ال amplitude فاكرين يعني ايه amplitude؟ امبليتيود اللي هي المسافة بتاعت المسافة اللي هي بتاعت الكومبليت ايزوليشن، بس المسافة اللي هي اعلى ديستانس عملها الكومبليت ايزوليشن. برافو تمام، اعلى ديستنس عملها الجسم او اعلى ديستنس عملتها الويف، مش بس الاوسليتنج بودي كمان الويف، كنا بنسميها امبليتيود. تمام، لو انا بقى عايزه اقول ان الامبليتيود اوف رولر decreases gradually as time passes، بتقل دايما بمرور الزمن. طب ازاي؟ بصوا يا شباب، انا لو جبت الاكتيفيتي ده وبدات ان انا اعمله، ان انا هثبت رولر على حرف مكتب واسيب كده جزء منها كتير بره، وهبدا ان انا اسحب بس طرف منها اللي تحت واسيبه بقى ايه يفضل يروح ويجي بالمنظر اللي انا شايفاه ده، هلاقي ان مع الوقت الساوند انتنستي الشده بتاعه الصوت بتقل. بعد ما كانت قويه لقيت الصوت بدا يضعف شويه بشويه. ليه بدا يضعف؟ لان الامبليتيود نفسها بدات تقل. فهم كده دايركتلي ولا انفرسلي؟ الدرس لا ركز معايا، انا بقول ان الامبليتيود نفسها بتقل، فعشان كده الساوند انتنسيتي قلت. تمام دايركتلي. ده يبقى هما الاثنين دايركتلي بروبورشنال، مع ايه برضو؟ مع السكوير بتاع الامبليتيود. يعني الساوند انتنسيتي نفس الكلام، بس المره دي الفرق بس ان هي دايركتلي بروبورشنال مع السكوير بتاع الامبليتيود. يعني لو زودت الامبليتيود دي للدبل الساوند انتنسيتي هتزيد برضو، بس ال4 تايمز اتس فاليو، لاربع امثال قيمتها. طيب يا مريم، لو السكوير امبليتيود increases to 4
4 times its value. ال sound intensity يحصل لها ايه؟ هت increase لإيه؟ gradually. تمام، هتزيد قد ايه؟ يعني انا قلت لك السكوير الامبليتيود نفسها زادت، بلاش 4 تايمز، نخليها دبل، يبقى الساوند انتنسيتي تزيد قد ايه؟ دبل. لا مش للدبل. ما بصي، انا العلاقه ما بين الساوند انتنسيتي والسكوير بتاع الامبليتيود، يعني انت لو زودتي الامبليتيود للدبل يبقى المفروض الساوند انتنسيتي تزيد لفور تايمز. تمام. تمام، زيها زي اللي فوقيها بالظبط، كانت السكوير اوف ديستنس، بس الديستنس كانت عكس. تمام. تمام، يبقى دي ده اول حاجة اخدناها between ال intensity وال distance، المرة دي between ال intensity وال square بتاع ال amplitude. تمام لحد كده، اتفهمت؟ تمام يا مس. تمام. طيب انا عندي هنا في الاكسرسايز ده، هو already محلول بس نشرح الفكرة بتاعته. عندي هنا two given waves، عندي two waves عايزة أفرق ما بينهم من حيث البيتش ومن حيث الـ intensity of sound. فأنا already عارفة من المرة اللي فاتت الـ frequency في مين أعلى فيهم، A ولا B؟ A ولا B عندهم frequency أعلى؟ انتوا فاكرين الـ frequency يعني إيه أصلا؟ هي number of complete oscillation. number of complete oscillation in 1 second. ايوه تمام، طب مين فيهم عنده frequency أكبر؟ ايه ايه، يبقى البيتش في مين أعلى؟ البيتش اف بي of ايه؟ اف بي بس اف بي انت متأكد؟ لا لا من المرة اللي فاتت كنا بنقول إن الساوند بيتش هي والفريكونسي دايركتلي بروبورشنال، يبقى هي فينس عشان دي شاربر اللي هي تمام، ويف ويف ايه ويف ايه يبقى ويف ايه هي اللي عندها ساوند بيتش أعلى لأن هي عندها فريكونسي أعلى. طيب، طب مين عنده انتنستي أكبر، يعني مور سترونج، يعني هو أقوى؟ نلاقي برضو ان نقارن بقى ما بين الامبليتيود، مين الامبليتيود بتاعه اعلى؟ الايه الاي برضو، فهنلاقي ان الاي طالما عندها امبليتيود اعلى فهتكون الساوند انتنسيتي بتاعتها اكبر. فهمتوها يا شباب؟ ايوه امس تمام. عشان طيب اوكي مريم، فهمتها امس. تمام. تالت حاجة ممكن تأثر على الـ sound intensity الـ area of vibrating surface، مساحة المكان أو مساحة السطح اللي بيحصل فيه الاهتزاز، عشان كده الـ sound intensity يا إما بتزيد يا إما بتقل، بس هي ماشية معاه، يعني مفيش حاجة لحد دلوقتي عكس غير الـ distance، لكن اللي احنا قلناه الـ amplitude لأ directly proportional. اللي احنا هنقولها دلوقتي الـ area of vibrating surface هتكون برضو directly proportional. ازاي؟ دلوقتي انا لو جبت موبايل فون وعملته على vibrating mode وسبته جوه بوكس كده، والبوكس ده كان empty فارغ، ولكن مفتوح من طرف واحد منه زي ما احنا شايفين في الشكل كده، هلاقي ان وانا حطاه بره صوته اللي هو جاي من ال vibrating هيكون strong أكتر من لو أنا حطيته على البوكس ده، وده معناه إن ال sound intensity بتزيد كل ما زادت ال vibrating surface area، يعني ال sound intensity بتزيد كل ما بزود أنا المساحة بتاعة الاهتزاز بتاعة اللي محطوط عليها الجسم اللي هي touch the resonance body أو touch the box. تمام،
تمام. طيب فعندنا نوت مهمة اللي هي we notice in the stringed musical instruments such as guitar and the violin، الحاجات اللي هي فيها أوتار كده وأنا بعمل vibrating للأوتار دي عشان تطلع لي sound، بلاقي إن they are fixed above the empty wooden box، وعشان كده هما بيثبتوا دايما الحاجات اللي بأوتار دي فوق بوكس أو فوق حاجة من الخشب عشان تزود لي ال intensity بتاعتي. فبالتالي sound intensity increase when the sound source touches resonance box. ليه؟ لأن أنا كده زودت لها المساحة اللي هي بتهتز حواليها أو المساحة اللي هي بتسبب لها اهتزاز برضو. تمام، مفهومة؟ بس طيب نمبر فور، ودي اللي قبل الأخيرة، الميديوم دينستي. ميديوم دينستي يعني انتوا عارفين يعني ايه دينستي ولا مش فاكرينها؟ الدينستي هي انتوا اخدتوها الكسافة، يمكن. ايوه صح، الكسافة كثافة صح، دينستي يعني كثافة. الدينستي ديت لما اللي هي بيحصل، الفوليوم في الماس، الفوليوم تايمز الماس. لا الماس ديفايدد الفوليوم، ماشي؟ تمام. طيب يبقى انا دلوقتي لو عندي حاجة الدنسي بتاعتها كبيرة هيكون الشدة بتاعة الصوت فيها ايه، او لو قليلة برضو الشدة بتاعة الصوت هتكون ايه؟ قال لي ان هما دايركتلي بروبورشنال مع بعض، بمعنى ان لو انا حاطة الساوند الساوند اللي بيطلع ده في حاجة الدنسي بتاعتها قليلة، فبالتالي الساوند انتنسي هيكون قليل. لو انا حطاها في حاجة الدنسيتي بتاعتها كبيرة فهتكون الساوند انتنسيتي كبيرة. فمثلا انا عندي هنا جلاس جار، وبدأت ان انا اول حاجة رينج ذا الارم then put it in air vacuum، حطيته في حاجة air vacuum pump، حاجة مفرغة من الهواء تماما، وغطيتها بجلاس جار، فلقيت ان الساوند is heard clearly، يعني سمعت الصوت بوضوح لما كانت مفرغة من الهواء. وبعدين evacuate أو pump out the air inside the jar، يعني دخلت شوية من الهواء كده جوه الجار ده بعد ما كنت مفرغة تماما من الهواء، دخلت له شوية هواء، فلقيت ان الساوند intensity قلت، لأن أنا لما دخلت الهواء فكده قللت الكثافة، قللت الدنسيتي. يعني ده معناه ان الاير دينستي كثافة الهواء بتكون اقل من الكثافة بتاعت الاير فيكوم ده لما يكون الحاجة دي مفرغة تماما من الهواء، وعشان كده الانتنستي قلت. مثال تاني عندنا مثلا التو فيجرز دول، عندي فيجر 1 في سي او 2 جاز اللي هو الدينستي بتاعته 1.96، و H2 جاز الدينستي بتاعته 0.089 جرام بير متر بير سكند، سوري جرام بير كيوبيك سنتيمتر. طيب انهي واحدة فيهم يا مريم هتكون الانتنسيتي بتاعة الساوند اكبر؟ هما دايركتلي ولا انفرسلي؟ inversely. لا ده لسه قايل sound intensity و ال density directly، مفيش حاجة لحد دلوقتي inversely غير ال distance، تمام. يبقى هما directly، يبقى انهي واحد فيهم ال intensity بتاعته أكبر يعني بيطلع strong voice؟ ال sound intensity اه اللي هو يعني figure 1 ولا figure 2؟ figure one. بالظبط كده figure 1، لان هو ال density بتاعته بتاعة ال CO2 gas بتكون more than the density of H2 gas. فهمت؟ اه تمام. تمام.
اخر حاجة الواين دايركشن. الواين دايركشن طبعا دي حاجة يمكن انتوا تتوقعوها، ولكن هي الساوند انتنسيتي بتزيد كل ما كان الساوند ويف في نفس الدايركشن بتاع الوايند، نفس الدايركشن بتاع الرياح. يعني الرياح ماشية في الدايركشن ده، ومصدر الصوت برضو ماشي في نفس الدايركشن، فبالتالي الساوند انتنسيتي انكريزس. لو العكس، لو مثلا حاصل ان الدايركشن بالشكل ده، دايركشن اوف وايند كده، والدايركشن اوف ساوند بروباجيشن بالشكل ده، يعني هما ان اوبوزيت دايركشن عكس بعض، فالساوند انتنسي هنا هتقل، ودي تعتبر اسهل واحده فيهم وما فيهاش رغي كتير. يبقى فاكتورز كلهم دايركتلي بروبورشنال ما عدا اول واحده بس، اللي هي كانت ايه، مين اللي كانت انفرسلي الوحيده؟ distance. الديستنس. برافو عليك. فكنا بنقول ان الساوند انتنسيتي inversely proportional مع السكوير بتاع الديستنس. طيب ومع الامبليتيود لازم دايركتلي ولا انفرسلي؟ دايركت صح، دايركتلي. تمام، مع برضو اللي بعد كده ال area بتاعة الابريشن، فكانوا برضو دايركتلي. كل ما بزود الاريا ديت بتاعة الفايبريتنج، كل ما بحصل على سترونج فويس. اخر حاجة كانت ان الانتنستي مع الدينستي برضو دايركتلي بروبورشنال. وخامس حاجة دي طبعا بتبقى depend on the direction of the wind. لحد كده في اي حاجة مش مفهومة؟ الشباب انتوا سامعيني كويس؟ ايوه بس تمام، في اي حاجة مش مفهومة في الجزئيات دي؟ لا لا تمام يا مستر. طيب ندخل على تالت بروبرتي عندنا للساوند، وهي اسمها ساوند كواليتي او ساوند تايب، نوع الساوند. دي عبارة عن بروبرتي بتقدر بيها ال human ear can distinguish or differentiate between different sounds، بتقدر تفرق ما بين الأصوات المختلفة على حسب إيه؟ على حسب the nature of the source even they are equal in intensity and pitch. تقدر تفرق ما بين الأصوات المختلفة حتى لو كانت الأصوات ديت ليها نفس البيتش وليها نفس الانتنستي، ولكن هما بيفرقوا أو إحنا بنقدر نفرق ما بينهم على أساس الطبيعة بتاعة الصوت ديت عبارة عن إيه. فمثلا صوت الإنسان أو أذن الإنسان تقدر تفرق ما بين الساوندز اللي جاية من different sources، زي مثلا أنا لو سمعت tuning fork و violin و piano هقدر أفرق ما بينهم، ده صوت violin ولا piano، ده صوت violin ولا tuning fork. عشان كده بنقدر نقول إن ده ال type أو ال quality بتاعة ال sound. وعشان أفهمها أكتر هناخد ال example ده. ال example ده بتاع ال tuning fork والتون اللي هي بتطلع لي من الفيولين او البيانو. التون اللي بتطلع من التاينج فورك بتكون عبارة عن، طبعا التاينج فورك بتطلعها لما تكون هي فايبريتنج، لما تكون بتهتز. فبقول ان التون دي بتكون عبارة عن بيور سيمبل وان او بيور سيمبل تون، بتكون حاجة كده بسيطة او نغمة بسيطة وصافية كده، ما فيهاش اي تعقيدات تانية، فبيقولوا عليها فاندمنتال او بيزك تون. والاسم ده مهم، fundamental أو basic tone، حاجة أساسية أو حاجة ما فيهاش أي تعقيدات. يعني نيجي بقى اللي هي produced from violin أو piano، حتى لو هما كانوا equal in pitch أو intensity بتكون اسمهم complex tones، بتكون حاجات كده معقدة شوية. طب يعني إيه أصلا complex tones؟ دي بتكون عبارة عن tone جاية من ال، يعني ان في حاجتين مع بعض اتحدوا، اللي هي ايه، الفاندمنتال تون مع تون تانية، شرط ان التون التانية دي تكون higher in pitch و lower in intensity. يعني عشان اقول ان انا عندي complex اللي هي جاية من الفيولين او البيانو، لازم تكون حاجة basic كده fundamental plus حاجة تانية تكون higher
في البيتش، وبالتالي طبعا لو في الانتنستي، عشان اقول عليها كومبلكس تون. واحيانا بيسموها اللي هي اللي بتكون هاي ان بيتش ولو ان انتنستي، دي بتكون known as harmonic tones. فهمت؟ تمام يا نس. طيب ال harmonic tones دي طبعا differ from source of or one source of sound to another depending on the nature of the sound source. يعني بتختلف من البيانو للفيولين للكمان، بتختلف من نوع للتاني على حسب طبيعة المصدر بتاع الصوت ده. نقدر نقول كده ان الهارمونيك تونز عبارة عن تونز that combine the fundamental أو basic tone اللي بتتحد مع ال fundamental tone، وبتكون دايما higher in pitch و lower in intensity. فبالتالي and differ from one instrument to another، وبتختلف من جهاز أو آلة موسيقية للتانية. ده شكل ال fundamental، بتكون basic حاجة زي كده. أما ال harmonic بتكون شكلها كده، بتكون lower in intensity و higher in pitch، عشان يدوني ال complex اللي هي بتكون معقدة بالشكل، بالجراف بتاعها بيكون معقد بالشكل ده. طيب ليه ودن الإنسان أو ال human ears distinguish between sounds from different sources even if they are equal in intensity and pitch، حتى لو كانوا هما متساويين في ال intensity في الشدة وفي ال pitch؟ لأن ده باختلاف ايه؟ احنا قلنا مين اللي بتبقى مختلفة وبتتحد مع ال fundamental؟ الهارمونيك. وعشان كده ودنا احنا بتقدر تفرق ما بينهم على حسب الهارمونيك تونز ديت. بعرف من الهارمونيك تونز اللي هي اسوشيتد بالفاندمنتال تون ايه السورس بتاع الساوند ده، هل هو بيانو، هل هو فايلن. يعني ده ديبند اون، كله ديبند اون الهارمونيك تونز ديت اللي بتبقى هاير ان بيتش ولور ان انتن. مفهومة؟ تمام يا مس. محمد تمام؟ أمس تمام. طيب عندي هنا بقى comparison between the sound wave according to their frequencies. بدأوا ان هما يقارنوا ما بين موجات الصوت او الاصوات عامة على حسب ال frequencies بتاعتهم. فقالوا ربنا خلق الانسان ال ears بتاعته بتتأثر او بتقدر تسمع ال frequencies او sound of frequencies اللي هي range between 20 هرتز ل 20 كيلو هرتز، لكن تحت ال 20 وفوق ال 20 كيلو هرتز الانسان مش بيسمع ده. وعشان كده بدأ ان هم يقسموا الساوندز ديت ل infrasonic waves, sonic waves, ultrasonic waves. السونيك اللي احنا بنسمعها اللي هي between 20 هرتز to 20 كيلو هرتز، زي ايه؟ زي اي صوت الانسان بيقدر يسمعه. The waves that human ear can distinguish between them and can hear them، يقدر يسمعهم ويقدر كمان يفرق ما بينهم. طب تحت ال 20 بسميها infrasonic، تحت ال 20 بسميها infrasonic اللي هي ليها lower frequency، وطبعا في الاغلب human ear can't hear them، اذن الانسان مش هيقدر يسمعها. زي ال waves اللي بتكون جاية مع ال blowing storms اللي بتكون جاية مع الرياح، في الأغلب إحنا مش بنسمعها، اللي هي بتكون جاية قبل الرين فول، بتكون سابقة سقوط الأمطار، بيكون في ساوندز كده مع العواصف تحديدا، في الأغلب إحنا مش بنسمعها. طيب لو بقى ultrasonic، يعني لو هي above أو more than 20 كيلو هرتز، فدي بتكون زي some animals زي الباتس والدوجز والدولفين، دي بيقدروا يسمعوها، يعني هم دول بس اللي بيقدروا يسمعوها، لكن احنا ما نقدرش. البات الخفافيش والدوجز الكلاب والدولفينز دول بيقدروا يسمعوا الالتراسونيك ويفز اللي هي بيكون الفريكوينسي بتاعها مور ذان 20 كيلو هرتز، ولكن احنا ما بنقدرش نسمع. مهمين الامثله دي ومهمين الارقام كمان. فهمت ولا في أي حاجة مش مفهومة؟ تمام. تمام. يجي لنا مثلا شكل زي كده ويقول لي dogs can hear all sounds produced by man،
ليه الدوجز بيقدروا يسمعوا كل الساونس اللي بيطلعها الإنسان؟ يعني أنا لو بصيت كده على الشكل اللي قدامي ده هلاقي إن ده the range of heat sounds، الحاجات اللي أنا أقدر أسمعها. أما اللي هنا الناحية الثانية اللي هي بالبينك دي the range of produced sounds، الحاجات اللي أنا بنتجها. فأنا بنتج مثلا الهيومن بينتج لحد هنا، شايفين؟ ما بيقدرش ينتج أعلى من كده، اللي هي ممكن تكون مثلا 5 هرتز أو حاجة، أو سوري 5 كيلو هرتز. بحيث لكن الدوجز بتسمع قد إيه؟ بتسمع تقريبا فوق الـ40 كمان. فعشان كده الدوجز بتسمع كل ساونس اللي الهيومن بينتجها، يبقى because the range of sounds produced by the man lies within the range of sounds heard by the dogs. لكن على العكس الهيومن مش بيقدر ان هو يسمع كل الاصوات اللي الدوجز بيسمعها، او يسمع كل الاصوات اللي البات بيسمعها برضو. فهمتوا الجزئية دي ولا معقدة شوية معاكم؟ لا تمام يا مستر. تمام. آخر جزء في الدرس هيكون some real life application لل ultrasonic waves، تحديدا اللي هم اللي فوق ال 20 كيلو هرتز دول، عليهم كده شوية real life application، يعني استخدامات بنستخدمها احنا، سواء كان في fields كتير بقى زي الميديكال، زي الاندستريال، زي الميلتري، دي اللي احنا هناخدهم. فمثلا فيل زي الميديكال احنا بنستخدم فيه الالتراسونيك ويفز دي في ايه؟ فاولا ممكن نعمل بيه بريكنج داون كيدني اند ارتر ستونز without any surgical، يعني ان احنا عارفين في ناس بيكون عندها زي حصاوي على الكلى او على الارتر اللي هو الحالب، بيكون في حصاوي، فبالتالي بيكونوا محتاجين عملية جراحية. فحاليا بيستخدموا الالتراسونيك ويف دي عشان يكسروا بيها او يفتفتوا بيها الكيدني ستونز او الارتر ستونز دي، عشان بدون اي تدخل جراحي يعني. نمبر 2 diagnosis of male prostate gland tumor and its effect on bladder، يعني تشخيص مرض اللي هو اللي بيجي الورم اللي بيجي في البروستاتا عند تحديدا الذكور، وتأثيرها على البلادر على المثانة. ده كله استخدامات الالتراسونيك في الميديكال. ثالث حاجة discovering malignant tumors، الاكتشاف المبكر للأورام عموما. يبقى ثلاث حاجات في الميديكال ومهمين جدا ولازم نعرفهم، هما الثلاثة. نمبر 2 industrial، الصناعة بقى بنستخدم فيها ايه؟ اولا ممكن نستخدمها في sterilization of food، تطهير او تعقيم الطعام، والووتر والملك، كل ده بالالتراسونيك ويفز، لان هي ليها ابيلتي عاليه جدا ان هي كل some types of bacteria اللي بتكون موجوده في الطعام، وفي نفس الوقت ما تاثرش علينا، فعشان كده بيستخدموها عشان يقتلوا بيها او يعقموا بيها الفود والووتر والملك. ثالث حاجه الميليتري اللي هي الحروب، بنستخدمها طبعا عشان to discovery أو the discovery of land mines. حد عارف يعني ايه land mines؟ عارفة يا مريم يعني ايه land mines؟ لا يس محمد، لا يس land mines يا شباب اللي هي الألغام، فديسكفري اوف لاند ماينز بيكتشفوا بيها الالغام عشان يعني ما تضرش حد. تمام. في اي حاجه مش فاهمينها في الدرس ده نعيدها تاني؟ لا يس انتوا وصلتوا لحد فين في المدرسه يا شباب؟ احنا انا ما خلصنا الدرس الاول وقربنا نخلص الدرس الثاني. ايوه تمام. احنا كمان الاول في ايه يا محمد؟ في نيوتن يونان نيوتن يا مريم؟ واحنا كمان نفس الحاجة. يونت وان برضو. طب تمام كويس.
هو انتوا بتروحوا في رمضان ولا لأ؟ اه بيودون. احنا بنروح بس بنرجع بدري. طيب ايوه ترجعوا الساعة كام تقريبا؟ يعني هو ممكن في رمضان ان شاء الله يرجعونا الساعة مثلا 2 2:30. طيب تمام كويس. احنا لسه بنروح من الساعة 8 لغاية 2:30، بس في رمضان هيودينا من الساعة 8 لواحدة ونص. تمام كويس جدا خلاص تمام ماشي. احنا حلينا لحد 19 في الهومورك صح؟ اه طيب تعالوا كده نكمل من 20. ابدأ يا محمد. طبعا كل سؤال هيتحل تزودوا لنفسكم كده واحد. شكرا تلقائي. تمام تمام. يلا ابدأ يا محمد. بس انت في الترم ده اكسبريس strength or weakness؟ the strength and the weakness of the sound. yes The density miss of the sound. تمام برو. بعد يا مريم. The intensity of the sound is directly proportional to sound velocity. directly proportional. احنا ما جبناش سيرة المرة دي sound velocity. بس هو صوت حضرتك واضح، بس الصوت صغير اللي هو صغير قوي لو مش صوتي بعيد. طب كده تمام. لا لسه. لحظة واحدة مش عارفة ممكن تكون المشكلة فين. طب سمعني كده. تمام يا باشا. طيب أيوة يبقى تمام. هنجاوب نقول ايه بقى يا مريم؟ The square of the amplitude. برافو. square of the amplitude ممتاز. اللي بعده. The intensity of the sound weakness as we go from the source because هتطلع آخر واحدة. لا لحظة. ماشي هتطلع سيمس. ايوه في برافو. 23 يا مريم. decreases to its quarter. decreases to its quarter when the distance between the sound and is doubled. تمام برافو. decreases to its quarter. 24 هتطلع وات ام وات توينز. برافو. وات بير متر باور 2. 25 all the following factors affecting the sound intensity except the frequency. frequency. تمام برافو. 26 The resonance box increase the density of the sound because increases the beams. برافو. increasing أو increases the vibrating surface area. ممتاز تمام. 27 يا مريم. the figure A represents the relation between the sound intensity and the density of the medium of the medium. تمام هتكون دي برافو. لأن هما directly proportional. تمام. 28 sounds of different musical instruments can be differentiated from each other by لحظة. هارمونيك تونزل. ممتاز. harmonic tones. 29 the human ear can distinguish between sounds that are equal in pitch and intensity if their sources are lower in different.
lower in. lower in ايه؟ intensity تمام. and higher in frequency. برافو. lower in intensity و higher in frequency، لأن احنا قلنا high in pitch و lower in intensity، فطالما high pitch مش موجودة يبقى high frequency هي هي تديني برضو high pitch. تمام يا مريم، برافو عليكي. third يا محمد، the figure 8 represents the relation between intensity of sound and the square of amplitude of vibrating زد اول واحدة body. مش اول واحدة. ركز. اللي هي ستوير ستور اوف هما directly ولا inversely؟ دايركت. طب اللي انت مختارها دي inversely يبقى سي 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 بالظبط كده. تمام. 31 A waves can be heard by human ear. tonic. Sonic. تمام. The human ear can distinguish sounds frequency 50 kilohertz, 30 kilohertz, 300 hertz, 5 hertz. يعني كان ساوند جيمس Distinguish يعني تميز أو تسمع، بس هي هنا تميز يعني. اعترض 300 هرتز. برافو، لأن هو المفروض between 20 هرتز ل 20 كيلو هرتز، فدي الوحيدة اللي ما بينهم. The dolphin's trainer uses whistle producing sound which can be heard by dolphin and can be heard by man. The frequency of such sound equal a hertz. يعني حاجة تتسمع بالدولفين ولكن ما تتسمعش بالإنسان. آخر واحدة اللي هي تمام. 25,000. 25,000. برافو، لأن احنا قلنا الدولفين والدوج والباتس بيسمعوا more than 20 كيلو هرتز. ممتاز. 34 a sound wave of frequency 30,000 cycle per second. ده ال frequency بتاعها. It's called A waves. Ultrasonics. ممتاز. The frequency of point X is equal to hertz. كم hertz point X؟ فاهمة الشكل أصلا؟ 2000. 2000 يعني دي. طيب انت رأيك ايه محمد؟ اتش اكس دي ما بين السونيك والالترا سونيك. ايه الحاجة اللي ما بين السونيك والالترا سونيك؟ هي 20,000 2000 2000 2000 متأكدين؟ طارت منكم واحدة. شكرا، انتوا الاتنين كده. احنا قلنا السونيك من 20 هرتز لحد 20 كيلو هرتز، والالتراسونيك من 20 كيلو هرتز لفوق. يبقى المشتركة ما بينهم ايه؟ 20 20 كيلو هرتز مش 2000. ايوه، بس هنا كتبنا هرتز، بس ايه؟ هنا كتبنا هرتز، هي بالكيلو عايزين نعملها بالهرتز بقى. ماشي، ما هو هو محولها لك اهو جاهزة، يبقى هو حملها لك 20 1000 هرتز. مش احنا المفروض لو هي 20 كيلو هرتز بنعمل تايمز 1 10 باور 3 فتطلع معاك الرقم ده. تمام يا مريم، فهمتيها؟ تمام يا مس. طيب 36 ultrasonic waves are used in the following fields except لحظة يا مس. دي يا مس. دي. برو، doctors use waves A a wave which have frequency A to break down kidney and artery stone.
اه يا مريم. لا ما اعرفش بس. هو الدكاترة أصلا أو كل الحاجات اللي احنا خدناها في آخر صفحة دي بتكون باستخدامات الألتراسونيك ويفز. طب الألتراسونيك ويف دي بتكون الهيرتز أو الفريكونسي بتاعها قد ايه أو أكبر من ايه؟ لسه قايلين بتكون أكبر من 20 كيلو هرتز، يبقى نختار سي، more than 20 كيلو هرتز. تمام، تمام. عديته كده، وصلتوا لكام؟ أنا بالظبط 17. من المرة اللي فاتت ولا النهاردة بس؟ لا بالمرة اللي فاتت ودي. طيب تمام، يعني انت اخدت 7 بس المرة دي. طيب ومريم؟ بس انا ما حسبتش الأسئلة اللي احنا كنا بنشرح فيها. اه ما مفيش مشكلة. ايوه تمام. مش متأكدة والله، بس أظن ممكن 18 برضو، 17 حاجة كده. انتي كنتي 9 صح؟ أمم طيب انا هقول لك وصلنا لكام. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18. تمام 18 صح. ماشي يا مريم. تمام. تمام. طيب نحدد بقى الهوم ورك الجديد. احنا هناخد write the scientific term، هتلاقوه في page 94 مش scientific هينفع term. اديك الواجب كتير. مينفع ايه؟ اديك الواجب كتير. ما اديش واجب كتير. حاضر، سؤالين scientific term و complete. تمام تمام، تمام يا مس. واحنا حلينا مسائل على الدرس ده؟ ما حليناش صح؟ لا طيب ممكن نزود مسألتين كمان. ماشي. طيب هناخد نمبر 3 في تمام المسائل، هتلاقوها 98 نمبر 3، ومعاكو نمبر 4 او 5، معلش 5 3 و 5. تمام 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 يا شباب، عندكم اي سؤال؟ دايس. تمام يا شباب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.